يا جماعة أفهموني، المشروع هذا ما لازمش نحبسوه، مستحيل. على بالك الحسابات كامل تقول بلي رانا داخلين في حيط يا سي محي الدين. راس المال كاع حطيناه في هذا المشروع وزيد ما شفنا منه حتى فايدة. يا اخي عندنا مشاريع يمشوا مليح، ناخذوا الفايدة منهم باش نمولوا المشروع تاعنا. انت عندك شركة تدعموك يمولوك، احنا ما نقدروش نكملوا معاك، الله غالب، فهمنا. ادخل. وش مبروك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. اي مالا حبيتوا تجبدوا روحكم؟ ما شبيه راني قابل، دوك انا نشري لي زاكسيون ديالكم ونكمل المشروع وحدي. واش رايك موسى؟ انا مع الوقت موافق، في هذه الحاله نخلوك تدبر راسك وحدك في الكوارض. ما كاش مشكل عليا كلش، تفضل. إما لا بقى على خير. تمام. سي محي الدين. مع السلامة. سي محي الدين، إن شاء الله راك خممت مليح قبل ما تاخذ هذا القرار. ملي دخلت أنت مبروك. مبروك يا، راك عجبني. على بالك أول مرة تجيب لي خبر يفرح. قلت لك بلي بابا يعاوني. أبدا. راهو رافض رفضا باتا. شنو رفض الباتا؟ واش بيك مبروك يا اخي؟ سقسيتك من قبل قلت لي هكذا معتفاريه. انا حسيتك راك تسقسيني على روحي، قلت لك راني غايه. باتا كيفاش راح ندير دوكا في هذه؟ راني معاك يا سي محي الدين. يا ترى كيفاش رايح دير؟ على بالك بلي الحاج باباك راه رافض هذا المشروع من نهار الاول، وحتى انا قلتها لك. قلتها ليه؟ وين قلتها لي؟ وين قلتها لي؟ وين؟ ما قلتها لكش مباشرة، ها بصح كانت باينة. شوفي الله الله الغليلة أوريجينالي، وكيما كان يسموها في الكانزيام سياكل بوند، وكان لو يسموها كاراكو. شوفي الفيستا مخدومة بالمخمل والمجبود الأحر كوتسي فير، ودات معها سروال شلقة ومحرمة تفتو الحريرها الصافي دولتشي هن ريكالو. يهبل. بصح أنا مادا بيا لو كان تعاقشوا بحبيبة جوهر حر وحبيبة تاع لويس تاع الفرطاز 24 كار بيان سور، وما ديرليش دوبلونة ما نحبوش. كلارو ما يكون لا خاطر قال لا. هذا ماشي الكاراكو اللي خيرتو العرس بنت خوك زبيدة، وقلت لك وجدوه لي بلو فيت بوسيبل. اي بصح ما بنتيش على لا. حد فاكون زنزيبار تي دراري شوفوا لي تورتو. يقولوا كان خليتي لها عربون قبل ما تروحي تشوفي الفكارن، وكان دوكاني فريتها لك. لا غانو مازال الحال، يقدر يوجد لك واحد اخر. لا لا ندير ما خير، نفسو كامل كيف كيف. هندام لازم يروح على خاطرش عنده خدمه بزاف. ولا لا لا هندام مولدو تاردي، استناني نوصل معك الباب. لا غانو كثرتي شويه. لا لا عفي دارها كوميم، شتيها واش دارت؟ انا ديسيديت شو شونج دو ستيليست. هندا مرد بالك تخيط لها كراكو كيما ديالي. خاطيك شغل هذيك عليا بصح. وشنو يزمني افونس باش نكمل. اوه هندا محي جابك ربي. هندا لازم لو ين افونس، انا نرجع لديافي. تشاو هندا. تشاو. شحال لازمك؟ 200 مليون دوي 300 مليون. اوه يا دي يا خداو جل عمية في سطيحة. هادي كاع في سطيحة، احبط شوية. ما عندكش خداو جل عمية في دروج ولا في بيت صابون ولا خداو جل عمية لاقاب شعلة في سومايك؟ على بالك يلا سيلفان في الدير اللي بابا هذا لا قصر حسن باشا بابي. خلاص دوك نشوف مع الكوطب يخلصك بابي. هاريفي داتشي سي محي الدين. شوف سي محي الدين، هادو كلهم ديون متراكمة الله يبارك، والعمال ما خلصوش شهرين متتاليين. الله يبارك، شهرين ما خلصوش. ايه زيد هذا ما كان. لا يا سي محي الدين، جبت لك زوج معلومات، واحدة إيجابية أما الثانية سلبية. بارك الله فيك. أنا أسمع لك. أولتها
والحمد لله قدرنا نخلصوا حصة الشركاء اللي انسحبوا. شوف كتر خير يا هنا اللي سمعت في الفايدة وبعت الفيلا تاعتي بازا. ها؟ عطيني الإيجابية. أنا قلتها لك سي محي الدين. أما السلبية فيما يخص مشروع ماشينات نتاع الخبز راهو موقف ما عندناش حتى باه نمولوه. أوه أدخل. سي محي الدين هامل الفاتورات اللي طلبتهم. آه أروحي أروحي. 65 مليون. اللحوم 25 مليون. الحوت 22 مليون. القاطو 18 مليون. وشنو هذا سكينة؟ سي محي الدين هذه هي المصاريف العادية نتاع الدار. عادية؟ شوفي مليون البيجي تاع الدار ما يفوتش 50 مليون. سي محي الدين 22 مليون قاعد تحوت شوية. 48 مليون. حاضر سي محي الدين. فضلي هيا تقدري تروحي. أنا ما درتش أنا المشروع أنا باش يحبس. وهو كذلك سي محي الدين. ولهذا عندي لك اقتراح نظن أنه ناجعا. ألا وهو؟ بكل بساطة لازم ترهن الممتلكات نتاعك اللي رايحة تجيب لك قيمة مالية معتبرة وفي أسرع وقت. شنو؟ نرهان؟ من البنك. أوه. ما تروحش الخدمة اليوم محي. أنا عيا شوية زهر. قلت ما دبي نخدم في الدار هاد يامات. أه مليح. حبيت نقول لك المصروف تاع الدار غير ينقص. وليت حتى ما نقدرش نعرض حباباتي على قهوة. أوه الله غالب زهور. مع المشروع هذا جديد يطلب بزاف دراهم. أوه على هادي لازم نزيرو شوية الحالة. يا ما تبارك يا أخي. بالك ميمبا. الله يعاونك. دير في بالك بلي رانا كامل واقفين معك حتى ينجح هاد البروجي. هكذاك ما نبقاوش في دبابك ويفهم بلي تقدر دير لي زافير بلا بيه. وانا على بالي بلي تنجح. يعطيك صحة زهور. على كل حال بارك الله فيكم على الوقفة. صباح الخير عليكم. صباح الخير. سي محي الدين جيت نغسل الطوموبيل ما لقيتهاش في الكراج. او وراني شاك في علاوة يخدم بها جرونديستا. تاخذ برأي عسو. خلاص نعسو راح تخدم دوك. وراح الطوموبيل ما قلتلكش. لا لا يا اخي بعتها. بعتها؟ ما تقوليش على مشروع تاني. بعتها باش تجيب طوموبيل جديده ونضرب طوموبيل تاع بابا. لازم نبدل شويه وحبيت ندير لكم سوربريز. هاك شوف. صح يا عمال. ايش مالك؟ قلت لك الدجاج ماشي لك بدا تاع الدجاج. مشينا شوف شوف مع ساكنه هي بدلت الليسته. هذه التعليمات تاع سي محي الدين. اسمح لي بزاف. والعشاء الليله كمونيه ورز. تقولي ليش مدام ليلى زهره تتوهم؟ ليلى ما نقولكش يا اخي. فهمتكم الوضعيه نتاع العائله ما عادتش تسمح. تطلب منا نزيروا الاحزمه وبعدها بالكبده تاع الدجاج. زيدوا جيبوا القنزه وخلاص مالا. انا جبتها شاف هي تحت الكبده. ها هاي هاي شركة في الشوش في خدمتكم. فلسطيني وزيد تهضري. ادخل. واش عمي؟ عاملك تهضر؟ راني نهضر مع الماشينة، مع من راني نهضر؟ وانت الحلو كش ما خصك؟ هو انت كش ما خصك؟ هاد اليامات ماكش تبني مليحة. صافا صافا صافا. هذه يقول الفضيلة بلك هي تأمنك. الحلو الماشينات هادو كش مامي هدول عليهم برا المساقة تاع الحومة يموتوا عليها. وش بيك؟ أوه سرتوا لي حيطيست منها يتكاو عليها ويشارجيو تليفوناتهم. وتشارجي رابيدة
انا راني حاير وعلاش الناس ما تشريش منها برطو تخرج خبز هايل صرت تاع السانوتش هذاك. لا غالب عمي الناس لو كان ما يديروش لاشين عند بولونجي ما تحلالهمش. يا خلاص عمي اصبر يا ما تبركو بالك تبدل عقليه ويولوا يشرو منها نورمال. اصبر واش نصبر راح نكولي ها يا با واش بك هكذا هاك مليح عمي موش لاحق ماشي سهله تبدا بروجي جديد وتنجح ديريكت ما كاينش تشوفه غارق بالحسابات بنتي هذه حاله لي زون دافير. قبل ما ننسى المحي انت ما عيطتلي سقسي على دراهم وما خلصتوش درت الفيرمو بالك يكون كان مشكل ما بين لي بنك علاش هي ما تيدخلوا له اوكي شاف راني نشوف واحد الريحه تشهي تفضل. اليوم عندنا روز مفور على حبه مفرش تحت طريفات كبده نتاع الدجاج معطره معطره بالكمون صوص طوماط وشويه زبده ضربه. شاف نقول لك حاجه اليوم عجبتني شفاك لي من وقتاش ناكلوا الكبده تاع الدجاج؟ سكينة هي اللي طلبت. سي محي الدين هو اللي طلب. انا زهر على بالك الكبده تاع الدجاج فيها بزاف لي فيتامين خير من الكبده تاع الكبش. هذا وين فهمت علاش نرجس ما حطتش تعشى معانا؟ حنا كي نديروها في كاكوطا ما تصحلكش علاش والروز قليل يحارب شيخوخه. مليح ليك خالتي زهوره. مانيش عليك حبيت نقول مليح لينا اون جينيرال. يعطيك صحة شيف. صحتكم. محي الدين. فاطمة زهرة. على بالي بلي لازم نزيرو. بصح المنيو أنا ندي سيدي. معلوم. دوك صح وانا نسنى فيك خدك زهر بس باش رقدت هاي ليك بالك كي الخولك شريتها ب 600 600000 600 مليون يا الحلو 500 مليون تقدر تبيعها. تسمع خالتي زهر كان دور برطو ما فرق بتها انت واش دخلك هيا نتكل عليك بصح عمي راك سير ما تكون تفيق لك خالتي زهر راحت عليك راحت علينا في زوج سكينه سكينه. السلام عليكم. وعليكم السلام. مسكين راح له جي بي اس اليوم طرقنا. عمي كوزينه اليوم والو بيتك كي تشوفي ربي شافي ان شاء الله. بابا المشروع ماهوش حبس هاو يمشي حبيت برك لو كان دعمني شويه. محي ما كفاكش بعت الفيلا نتاعك والخدامين كامل راهم اون شوماج ومازال تقول لي المشروع ما راش حبس. الحاج ما نجمش نكذب عليه سقساني اذا الامور راهي ماشيه قلت له ماهيش ماشيه. بابا المشروع راح يكبر وراح ينجح دير فيها الثقه بابا. لازم الناس تدير ثقه في الخبز نتاعك
هاد الساعة تقارا مديرينها غير في البولانجي. بابا كوبا على بالي يعني شوف فيه. على سلامتك مدام ليلى زهر. محيدينا وهنا؟ راهو هنا في البيرو تاعو بصح ماهوش وحده. اليوم يفهمني واش راهو صاري. يما صبري قالتك ماهوش وحده. نصبر كاش بقى لي صبر بعد التبهدله اللي صارت لي مع اختي وريده. يما ليلى نرجس ماشي باش ندخل روحي ولا بصح واش بها مدام ليلى زهر؟ بديعة ديري لي شوكولا شو؟ نعم. بصح ما كاش شوكولا. انا المشروع نديرو به ولا بلا به راك تسمع يا سي محي الدين. انا ما رانيش هنا باه نحطم لك الطموحات تاعك ولكن راك في ورطه كبيره. زهور انا زهور في الشوش الكرطه ديالي فارغه حتى وين اختي وريده هي اللي تخلص لي. فارغه كيفاش هذا فارغه يعني بدون رصيد؟ على بالي بصح ما شفتش كونطاب. يا سي محي الدين ياك تكلمت مع المحاسب قال لي وقلت لك راك باغيني نقولها واش تقول لي؟ لالا فاطمه الزهره بعد تفكير وجيز هادو مشاكل عائليه داخليه ومشي بالصلاحيات تاعي ندخل فيها. هيا السلام عليكم. سي محي الدين راني نستنى فيك برا. هيا محي الدين تقدر تفهمني وشو صاري؟ وعلى هدي كثروا على الديون وبشكل رهيب. المحي هذا كامل وانا الاخبر. زهور ما حبيتش نقلقك معايا. عمي ديون هادو شحال؟ وانت واش دخلك راح تخلصهم؟ لا ثقافه عامه برك باش نعرف. وكيفاش راك حدير دوكا يابا؟ واش ندير يا بنتي باش نسلك الحاله بعد كلش. كاش بعد كلش ما بقى لنا والو تسمى. لا زهور بقات الدار تعيشي فيها معززه مكرمه. الحمد لله يابا كي خليت لنا الدار. اسمح لي بزاف سي محي الدين ما خلانيش حتى نجي نخبرك. شكون هادو؟ قال لي معايا امر من المحكمه. سي محي الدين في الشوش؟ نعم. معاك المحضر القضائي عندي امر بالتنفيذ. اسمح لي استاذ بصفتي المحامي نتاع العائله لازم نطالع على الوثيقه. ما تقلقش روحك يا سي محي الدين الوثيقه قانونيه ولازم عليهم يرفضوا كل شيء. كيفاش يرفضوا كلش؟ على بالي زهور بالك جابوا معهم فرقهم. خالتي زهور ما تقلقيش راك خالتي زهرة. شوف سي خونا الحلو خليهم يخدموا خدمتهم. يدك عمي انا ما يخلاني حتى واحد وطونك راني هنا حاجه ما حتخرج من هاد الدار. ممكن سي الحلو. هيا لوينا. ولكن بين الدقيقة والأخرى وفقا للمادة المعدلة والمكررة والمذكورة أعلاه يقدر يجيك استدعاء من عند المحكمة بتهمة عرقلة محضر قضائي أثناء تأدية مهامه وفيها حبس. ولا نقول لك عني كيما قلت لي خلهم يخدموا خدمتهم نعاونكم. تفضلوا. واش راكم ديروا؟ اسمع محي الدين هادي انا قعدت في داري معززه مكرمه. خالتي زهور انت هي الدار. لا زهور ما تبكيش هكا ولا اكثر. واش كاين اكثر من هكذا بالليل ونهار داري فرغت. بصح الدار واسع الله يباركه. انا احتلتك باش بانت لي. شفت الحلو غير الكوزينه جات شويه صغيره هو لازم نكبرها وندير لي طرافو. اللي تخافوه
باش المحل باش. ايه صح عمي باش. شكون الدراهم؟ ها سي محي الدين، راني حرصت شخصيا باش يقوموا بالمهمه تاعهم على اكمل وجه. يعطيك الصحه. السيما بقات قطعه اخيره من الاثاث، الا وهي الاريكه اللي راك جالس عليها سي محي الدين. تقدر تسمح لهم؟ سي محي الدين نضي لهنا من فضلك. اه معلوم. اه عمي ما تسليش بركه اقرا قبل. هذه ثاني ندوها سي محي الدين. هذه؟ نعم ما. راهي في القائمة. نعم. دقيقة. أوه.